مع البيوت أسرار هذا البيت، وهل بدك تعرفون أكيد اللي صار في الحديث الجديد هذا البيت الزن اللي هو آخر شيء راح تلاقونه. راح أوريكم أسرار، وفي أسرار مجانية عن مرة كذا يطلع أصوات مرة غريبة يا جماعة. أظن إن تشتركوا بالقناة وتفعيل الجرس عشان تلاقون فيديو جديد. أوكي يا جماعة يلا خلينا أعطي التحكم حق كلهم عشان يقدرون يعني يقدرون يمشون معي. أعطيهم تحكم كلهم عشان يقدرون يمشون معي. تمام يا جماعة يلا الحين أول شي راح نروح هون، راح تلاقون كتاب لون بالأحمر، راح ناخذ هذا الكتاب يا جماعة. هالكتاب مرة محتاجين احنا مرة كثير. والحين يا جماعة راح نروح البيت ندخل بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يلا يا جماعة تعالوا. تمام يا جماعة يلا خلينا نروح هذا البيت بسم الله الرحمن الرحيم. الحين احنا جايين هون، هني في صور كانوا بس ما ادري وينهم. تمام يا جماعة هني يكونون صور تعرفون. أوه ماي جاد، أنا شفت في اليوتيوب يا جماعة إن في يكون صور هون بس ما في صور كانوا عادي. يلا يا جماعة خلينا نروح الحين. راح نروح من هذا الطريق بسم الله الرحمن الرحيم. تمام يا جماعة أنا أعطيت التحكم، تمام بعطي التحكم كمان. تعال يا أخي، هذا مرة يحصل في أصوات مرة غريبة يا جماعة صراحة أنا خاف من ال. تمام يا جماعة يلا الحين راح نروح من هذا الطريق. أوه ماي جاد يا جماعة وايد يعني ال حنان. تمام يا جماعة راح نروح من هذا الطريق. أنا صراحة خايفة مرة، وين راح المتابعين؟ أوه ماي جاد يا جماعة وصلت سيدة القرفة بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خايفة يا جماعة والله خايفة أنا يعني صراحة. تخيلوا أنا يعني ما أخاف من الشياطين كذا، أنا أخاف من الجن والشياطين. ويا جماعة وأنا ترون إن الحين أنا قاعدة بروحي في القرفة ما في أحد، من كذي ما في إزعاج. شوفوا يا جماعة هي القرفة، أحط هذا البنت هذه غرفتها وكذا يعني طفلة وكذا. والله يا جماعة أخاف صراحة، أخاف في أصوات مرة. تمام يا جماعة شوفوا هذه الغرفة أنا أخاف منها. شوفوا الكراسي وفي كود كمان هنا، ما أدري إيش هالكود، ممكن أحتاج أروح أكتب الكود. يا جماعة كتبت الكود، الحين خلينا نروح هون. تمام يا جماعة خايف. أوه ماي جاد لقيتكم أخيرا. أوني الصور راح أرويكم، هاي الأماكن السرية. شوفوا كيف تشوفونها انت يعني الأماكن السرية هذه. يلا يا جماعة الحين خلينا نروح. يلا بقولهم يلا تعالوا ورايا. تمام خلينا نروح بقى. يلا راح نبدأ الطريق من هنا اللي هو راح سلم أول سلم. يلا تمام يا جماعة. أوكي ما أدري إيش هذا البوكس صراحة، أنا صراحة ماي جاد يا جماعة. أو ماي جاد إيش هذه الدبدوب ولا إيش هذه؟ ما أدري كان في شيء هنا صراحة يا جماعة. البوكسات أوكي تمام يا جماعة. تمام يا جماعة الحين هي أنا إيش تبيني؟ تمام يا جماعة شوفوا. أو ماي جاد يا جماعة سوت سحر، سوت سحر يا جماعة. شفتوا سوت سحر، شفتوا هاي اللي صار؟ واو يا جماعة شوفوا سوى السحر، هاي السحر اللي كان منتظر فيه اللي أنا كنت أبي أسويه. وفي أحد سوى هذا السحر، ما أدري إيش هاي الدائرة النارية، مرة رهيب يا جماعة صراحة. يلا خلينا نروح. في نسبة شنو هذه؟ أنا اشتراني يا جماعة راح أكتبها، ما أدري بقول إني ما أخاف. هاي صح يا جماعة أنا أخاف، يما أخاف يا جماعة صراحة أنا أخاف من الأشياء. إيش الصوت كان يا جماعة صراحة ما أدري. واو يا جماعة على السحر حتى هون، هذه الدائرة النارية ما أدري يعني أحلى متابعيني وأصدقائي صراحة يا جماعة. شوفوا أخاف من كل هاي الأسرار، ما أدري إيش هذه، إيش اللي قاعد يصير هون، أنا بروح ما أدري. شوفوا تمام يا جماعة خلينا نروح. وين نروح؟ راح أقول وين نروح، وين نروح؟ تمام يا جماعة أنا لأن يعني أتكلم في الشات صراحة
وانا اخاف يعني يفترون ليش انا يعني مره لفت هذا البيت في ما بالبيوت هذا البيت مره قبل ما اصور في الفيديو عشان اتشيك الا ما كسريه وين انزين انا ما اعرف طيات يا جماعه تمام والحين قاعد ارويكم انا يعني انا يعني ما تفترون الا التصوير وايد صعب اصعب اوكي هنا سلم كان في سلم صح يا جماعه يما يا جماعه اخاف صراحه الشات تفوت او ماي جاد يا جماعة اخيرا لقيت صديقي تمام انا خايفة يلا تعالوا ايش هاي السلم في سلم و تحت كمان يما اكو بنتي هذي تخاف بقولها لا تخافي يا عمري انتي كيوت يا جماعة مرة كيوت صراحة تمام يا جماعة خلينا بقول لهم الحقوني الحقوني يلا تعالوا خلينا نروح من هون صراحة خايفة يا جماعة أنا أخاف يعني صراحة أخاف يما يا جماعة إيش هاي العنكبوت أوكي في كوت هون كمان كتبت الكوت واو يا جماعة ما سووا كل السحر بس ما أدري إيش هذي شوفوا ما أدري إيش هذي ما أدري إيش هاي صراحة ما أدري يعني أوكي في فوق كمان أوكي تمام تمام شوفوا ما أدري إيش هاي يا جماعة صراحة ما أدري إيش هاي تمام يا جماعة أسمع خايفة صراحة مرة في عنكبوت مرة كثير يا جماعة صراحة أنا أخاف من عنكبوت الحقيقة أوف يعني يا جماعة وين أروح صراحة ما أدري صراحة نلحق أو يلحقوني أصلاً أنا بروح ما أدري أنا لازم أدور أصحابي ومتابعيني وينهم تمام يا جماعة راح نركب سلم فوق بسم الله أنا يا جماعة خاف صراحة وكذي يا جماعة أنتوا قاعد تشوفون الفيديو قاعد تشاهدونه سووني لقيت أخوي هذا أخوي يا جماعة أوكي وصلنا مكان نفس المكان اللي هو مكان السري أوكي راح نروح من هون تعالوا الحقوني يا جماعة كلكم يلا يلا يا جماعة وين اوكي اوكي تمام 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 اوكي يا تريد مرة وين صراحة ما اكثر اصوات مرة قريبة يا جماعة انا اخاف من اصوات هذه الاصوات قريبة فجأة اقول لكم يعني ايش يا جماعة سلم في سلم يعني تحت 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 تحت, تحت, تحت. يا جماعة صراحة المكان ما ضيع الاماكن ما يا جماعة صراحة وات ايش هذا ايش هاي يا جماعه وش هذي او ماي جاد صراحه اخاف يا جماعه بسم الله الرحمن الرحيم صراحه يا جماعه اخاف والله اخاف يعني شوفوا هذا ما ادري ايش اجرب الكتاب تمام ما يصير شيء شوفوا يعني هذا الشيء ما ادري ايش هذه يا جماعه الليتات مره خرافيه كذا ما ادري ايش هاي الليتات شوفوا يعني انتوا تشوفون انا صراحه خايفه وهاي الكتاب يا جماعه وصلنا في مكان يعني بس تمام خلينا نروح صراحه اقول لها عرفت لهم في بيت 22 عشان ماي جاد يا جماعه شوفوا هي ترقص ما ادري ايش وحده تبكي اقول ليش تبكين ما يلا خلينا نروح تمام يا جماعة راح نروح من هذا الطريق تعالوا الحقوني يا جماعة تمام 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 يا جماعة انا صراحة خايفة هي قاعدة تقول البيبي هاي قاعدة تصيح انا صرت امها قاعدة تقول احنا وين تخاف وقالت شيليني انا شفتها مرة كيوت يا عمري ايش هذي سلم فوق سلم سلم فوق سلم يعني يا جماعة صراحة تعبت وهذه مرة ساين تعرفونها انتو تبغوا تشترونه كمان صراحة وين نروح يا جماعة كل الأماكن تضيع صراحة تمام راح نركب السلم هذا ما أدري ايش هاي السلم هذا السلم كمان راح نركب يا جماعة صراحة تعبت من السلمات وايش هذا البذر صراحة صوت يا جماعة خف صراحة خف الأصوات هاي غريبة والله
انا اخاف. وات يا جماعه فتح طريق يا ما بخاف. وات يا جماعه فتح طريق. وات 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 يا جماعه او ماي جاد حط الكتاب هنا وايش صار يا جماعه؟ خبر الاصوات كمان في اسئله. ايش هذي؟ في اسئله وهني كمان في بزر. يا جماعه خاف صراحه، لا تعملون كذا. تمام يس نو احنا نخليه هنا. تمام يا جماعه اسئله مكتوب. هل انت مع الاصابع؟ يعني انا اقول يس، بعدين نو لا خليها نو. يس يس تمام. بعدين الحين ايش اللي صار يا جماعه؟ في اصوات مره غريبه صراحه، انا ما ادري اخاف صراحه يا جماعه، اخاف والله اخاف ترى. انا اطبخ واقف اقول يعني جدا نفسي كوت هنا كمان. فتح الباب كذا. تمام تمام في شيء هنا، احس ما في شيء. هذا باب سري بس كذا. هذا السر الثالث كان. تمام والله يا جماعة، او ماي جاد يا جماعة ترى تهدوني تروحون ترى اخاف. اوكي اوكي تمام شفتكم شفتكم هون انتو. يلا يا جماعة صراحة شوفوا هذا البيبي مرة كيوت، ماي مسكينة والله ما تخاف. يلا خلينا نروح يا جماعة سلم على سلم، صراحة انا تعبت من السلمات كلها هذي. يا جماعة من برا البيت يبين مرة صغير وكذا ورهيب، بس من داخل يا جماعة وايد كبير، يعني مضيع. شوفوا مضيعنا احنا من متى، توه ضيعنا اصلا توه يا جماعة. هذا ويا جماعة بقول لهم ان راح ابيع هذا البيت الحين، وراح نروح شو يسمونه يا جماعة، مو كنا في فيديو واحد راح ارويكم الاسرار، راح ارويكم في هيكل واحد. يا جماعة بقول نروح المتحف لان هذا كتاب يستوي في المتحف. تبغون يلا خلينا نروح المتحف، لأن ضروري نروح المتحف. بقول لهم يلا نروح متحف، عندي شغل ضروري. لأن يا جماعة أنا شفت يعني شنو الحين، أنا شفت يعني شو يسمونه، راح أبيع البيت هذا خلاص يعني. بفكر تشوفوا يا جماعة السر هذا، لا تقول حق أحد، راح تبيعون البيت يا جماعة. حتى لو البيت ما يروح راح أروح أبو شيء. يا جماعة راح أخذ السيارة، أنا ضروري الحين أنا بروح متحف. تمام راح اخذ سياره لان انا ضروري ابغى اروح المتحف، حط هذا شو يسمونه صراحه. اخذ هاي السياره ويلا خلينا نروح نركب المتحف. يلا عشان تركبوا اركبوا يا جماعه، اركبوا كلكم اركبوا بسرعه. يا بنت اركبي، يا بيبي اركبي هون. يا جماعة الحين راح نروح المتحف. يلا يا جماعة اوكي تمام يا جماعة يلا بسرعة عشان انا بروح المتحف. اوكي يلا يا جماعة خلينا نروح المتحف، لان ضروري اشتغل في المطبخ في المتحف، شيء ضروري عندي مرة يا جماعة، والله عندي شيء ضروري. شوفون هذا الكتاب الاحمر، هذا الكتاب الأحمر يا جماعة راح يفيدكم. أخذوه معكم وش يسمونه، أخذوه معكم راح تستفيدون منه وايد. أوكي يلا خلينا نروح المتحف الحين ضروري، وراح تشوفون المتحف أكيد يعني المتحف راح تشوفونه يعني أنتو في أسرار كمان في المتحف، راح تشوفون الأسرار في المتحف يا جماعة. اوكي راح نروح هون. يلا يا جماعة خلينا نروح فوق هون في المتحف، غيروا غيري المتحف، سوي بسرعة سوي متحف عشان يكون متحف. اوكي هذا المتحف يا جماعة، في تعرفون انتو عن يعني هذا المتحف، شوفوا هذا الكتاب راح نحطه هون، شوفوا نحطه هون. اصوات مرة قريبة، يطلع اصوات مرة قريبة، راح نحط الكتاب وراح يصير الشيء كذا. شوفوا يا جماعة، شوفوا شوفوا في أصوات تطلع يا جماعة، صراحة أخاف من الأصوات هذي، لأني أخاف تطلع لي وقت أنام، لأن يا جماعة صراحة أنا أخاف،
أنا أحب أشوف أفلام مرعبة، بس أحب أشوف كل شيء مرعب، بس أي أشوف اللعبة هذه المبيوت أصوات يقول يا ما يا بنتي شو هذا؟ أوكي يا جماعة شوفوا هذه بنت يا جماعة ترى أصوات اللي تخوف ترى شو هذه؟ هذه بنت الرئيس شوفوا يا جماعة هذا بنت الرئيس وهذه ولد الرئيس هذا ولد الرئيس ما هذا ولد الرئيس وهذه بنت الرئيس وهذه يا جماعة زوجة الرئيس يا جماعة هذه زوجة الرئيس اسمها فير وهذا الولد ما أدري إيش اسمه صراحة وهاي بنتهم الصغيرة وهذا الرئيس اللي اسمه كريد ويا جماعة المدينة كانت كذا قبل مثل تشوفون انتو هذه والحين يا جماعة هاي هاي الزوجة طلقوها والحين العائلة بس بين الأب والأبناء والبنات هاي يا جماعة انتو تشوفون انتو بنت وأبوها وهاي المدينة القديمة وهذه يا جماعة مدينة بلوك هيفن قبل كانت كذي ومرة حلوة صراحة وهذا الكتاب يا جماعة انتو مثل ما تعرفون ما ادري ايش يصير بس هالكتاب يا جماعة تحطونه هني يطلع أصوات يعني مرة قريبة شوفوا أنا أحط هاي شوفوا أصوات أحط حق أخوي هالكتاب جرب يا جماعة شفتوا يا جماعة والله شفتوا أكيد شفتوا صح حطيت هالكتاب يا جماعة الكتاب هذا يا جماعة إيش اللي صار يا جماعة إيش اللي صار كان في شيء هنا يا جماعة صح تعرفون لا يا جماعة كان في شيء هنا وين راح يا جماعة شفتوا يا جماعة حق اخوي والله يا جماعة راح اقول له شوف هنا والله يا جماعة وين راح بسم الله يا جماعة وين راح والله يا جماعة صراحة شفتوا يا جماعة صراحة يا جماعة والله صراحة اخاف يا جماعة شفتوا انت حطيت الكتاب هون حق امي الكتاب راح اقول لها يما اخذي الكتاب وحطيه هنا راح اقول لها يما حطي الكتاب هون وشوفي هنا يا جماعة شوفوا انت شفتوا صح شفتوا صح يا جماعة صراحة خفت انا يعني يا اخذي الكتاب يا يما تعالوا خلاص شفتوا يا جماعة المكان اللي تغير هون يا جماعة يعني ايش اسوي؟ انا خفت يا جماعة انا والله ما كنت ما ادري ما كذا يعني شفتوا يا جماعة؟ الشبح يا جماعة صراحة انا اخاف انتوا انا قلت لكم يا جماعة انا اخاف من الشبح والجن كذا صراحة انا اخاف راح احط الكتاب هون شوفوا يا جماعة احط الكتاب هون يا جماعة العيال اللي مالي يخافون تمام يا جماعة اعطيها شوفوا هون اللي قاعد يصير طيب يا جماعة وانتوا ركزوا على ذا شوفوا في شكل في كان طلع مري كذا راس الرئيسة اللي ما توفت الله يرحمها شوفوا يا جماعة أنا صراحة أخاف من الأشياء دي أنا قلت لكم من أول الفيديو وأنتوا تعرفون إني أخاف أنا أحب أشوف أشياء مرعبة بس أنا في الحقيقة ما شوفوا أوه ماي جاد يا جماعة المار البيوت مهجورة يا جماعة المار البيوت مهجورة صراحة أنا ما شفتها سلم يا جماعة بقول حبيبي أخذ الكتاب
وخدت جرابون، هقول لها يطلع أشياء كذا واختفى كمان. صراحة يا جماعة أنا أخاف من الأشياء هاي، وإن شاء الله راح أسوي لكم بكرة أو عقب بكرة قصة بروك هيفن كلها. شوفوا شوفوا هنا في شبح اللي قاعد يطلع صوت. يا جماعة أنا صراحة أخاف من هالأفوت. وبس كذا يا جماعة أمي وبنتي قاعد يخافون يقولون يما. وبس كذا يا جماعة وصلنا هذا الفيديو، وكذا خفتوا من الفيديو. أنا صراحة خفت مرة مرة مرة، وبنتي قاعدة تبكي. يلا يا جماعة وصلنا هذا الفيديو في السبت، خلاص الفيديو تشرف عشان تلاقون فيديو جديد. وصلوني 500 مشترك، أحلى متابعين، أحبكم وايد. يلا خلصنا الفيديو، شوفوا هاي هذه يا جماعة الكباء عقرب راسها. يلا يا جماعة بس ما سلامة.